حجاج بيت الله الحرام منذ الفجر إلى صعيد عرفات الطاهر متضرعين إلى الله عز وجل بالدعاء طلبا للمغفرة والرحمة. ووسط إجراءات وقائية حازمة يشارك نحو 60,000 من الحجاج بشعائر هذا اليوم المقدس لحين غروب الشمس، ومن ثم يتوجه ضيوف الرحمن إلى مزدلفة ومنها إلى منى مرة أخرى لرمي الجمرات في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، ليكملوا بذلك مناسك الحج. تفاصيل الأوفى في تقرير حنين الصباخ. لبيك اللهم لبيك. مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد مبيتهم بمشعر منى وقضاء يوم التروية. وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية في المملكة العربية السعودية، والتي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطة تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم. وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، وفرت في أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن. ونظراً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا، تم اختيار 60,000 مقيم بالمملكة للمشاركة في موسم الحج لهذا العام، وقد تم اختيارهم بعناية من بين أكثر من 550,000 متقدم. وبحسب السلطات الرسمية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين وفود الحجيج، وذلك بفضل التدابير الوقائية المشددة التي تم اتخاذها كالتباعد الجسدي وتنظيم حركة الحجاج وفق مسارات معينة لمنع التزاحم مع خطة تعقيم شاملة. ومع انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية مع اتخاذ كافة التدابير لتسهيل هذه العملية. ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة.